يغتر بعض الناس بما آتاهم الله من مال أو جاه، فيتكبر على عباد الله، وينسى أن الله تعالى هو العلي الأعلى. فالله تعالى هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وعلو الصفات، وعلو القهر. فهو الذي على العرش استوى، وبغاية الكمال اتصف. وهو الاعلى من كل عال وصفاته اعلى الصفات ولم يزل سبحانه عليا متعاليا تعالى الله عن الحاد الملحدين وهو العلي العظيم فلله تعالى علو الذات قال تعالى الرحمن على العرش استوى قال مجاهد استوى اي على وله سبحانه علو الصفات فان صفات الله تعالى عظيمه لا يماثلها ولا يقاربها صفه احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وله سبحانه علو القهر فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابره وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وله سبحانه علو الوحدانيه والتنزه عن الشريك والنديد فهو الواحد الاحد الذي لا شريك له قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير وله سبحانه علو التنزه عن افك المفترين وعن وساوس المتحيرين وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وله سبحانه علو الكبرياء والعظمه قال تعالى ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فمن عرف علو الله تعالى خضع له بالاخبات والتذلل مع محبته وتعظيمه ولذلك لما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ومن عرف علو الله تعالى خضع لاوامره ونواهيه واذعن لاحكامه وشرعه وحذر من العلو في الارض بغير الحق وتجنب ظلم العباد لا سيما الضعفاء قال تعالى في شان الزوجات فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا